انتفاخ البطن يعني هو في واحد يعني عنده علاقة مع واحد المجموعة من الحوايج، واحد المجموعة من المؤثرات. أولهم كنبغي نشير أن الوضعية الصحية ديال الجرثومات النافعة أو شكون أبيل لو ميكروبيوت، الجرثومات النافعة اللي كتكون عندنا في الذات ديالنا. ثاني حاجة اشنا هي الحويجات اللي حنا تناولناها، وحتى داك التخلاط ديال الماكله، حيت كيف ما كنعرفوا كاين شي ماكله اللي مزيان ان حنا ما نخلطوهاش، هي اصلا التخلاط ديالها كيقدر يتسبب لنا في الانتفاخ. مثلا تخلاط مثلا ديال واحد ديال الخبز واللحم، هادو من بين الحويجات اللي هما انكومباتيبل، ولو انه خاصه اذا كانوا بنفس الكميه. التناول مثلا المكرونه بمطيشه مثلا او القهوه وحليب، يعني كاين واحد المجموعه ديال الحويجات اللي الهضم ديالهم الا تخلطوا كيكون واحد اللي كنسموهم حنا لي زانكومباتيبيليتي، او لا الفواكه مع اللحم، الفواكه مع بعض الاطباق اللي هما في الدسمه، فهادو كذلك من بين لي زانكومباتيبيليتي، بالاضافه الى بعض المكونات اللي هي اصلا فيها واحد المكونات اللي كتكون فيها مثلا كتكون في العدس في اللوبيا في الحمص، وعلما بان هذه خاصيه ديال جميع حتى ديال لي سيريال الاخرين القمح والشعير، بالاضافه الى واحد المجموعه من الخضر فيهم واحد المكونات اللي كنسموهم حنايا اونتي فاكتور اونتي نوتريسيونيل، يعني هاد المكونات بحال كتقول لنا بين قوسين ما نتهضمش ليكم. وهذه بطبيعه الحال من الحويجات اللي كيقدروا يخليوا عندنا ذاك العسر ديال الهضم، بالاضافه وكيتسبوا لنا كذلك في ديك الحالات ديال الانتفاخ. بالاضافه الى ذلك، وهذه هي الاخرى، يعني ربما كاين حويجات كاين مسببات اخرين، هي ان احنا الهضم ديالنا في حد ذاته ديال واحد مجموعه من المكونات الغذائيه، فهو عادي انه يتولد لنا غازات، وهذيك الغازات تقدر تكون في بعض الاحيان كثيره.